السلام عليكم سي يوسف. كيفاش اخويا سعيد؟ صافا الحمد لله بخير. الله يحفظك. السلام عليكم كليان ديالنا، مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله كاينه واحد الطريزه ما نقولش جديده، لكن عليها واحد الاقبال كبير. كنا طرزناها في الايامات ديال كورونا فاش كنا سادين ودوزها مهدي، انا ديك الساعه ما كنتش، وعليها الاقبال دخلنا شي تلوينه تقريبا شي 30 لون. انا نوريك شي لوينات السي يوسف ومحمد، غير قرب عندي. وهذه خيطنا فيها الشونتيو، انا نوريك من سالي واحد جوج لوينات نوريك الشونتيو ديالهم. هذه الزواخه كتجي في الدار، كاين هذا اللون هذا السي يوسف، كيبان لوينه مزيان. ممكن تورينا شي شونتيو مخيط؟ ايه ها هو، خيطنا فيها جوج شونتيوات. هاي هاد الزواقه كتجي في الدار، وكاينه في الكميمات بحال هاد الباندا اللي كاينه هنا، اللي دايزه هنا كتجي كنديروها في الكميمات. ها هي شتي كيفاش كتجي السي يوسف. وهادي خيطناها الشونتيو، واللي بغاتها هادي حتى هي للبيع. هادي للبيع، وها القدام ديالها السامبل. شتي كيفاش كتجي السي يوسف. انا نوريك المواد ديالها، المواد الزواقه كاينه فيها في الصدر، في بلاصه الكمام كاينه في الصدر، يعني الكمام ما فيهاش طريزه. كما قال سي سعيد، كنا خادمين في كورونا قبل العيد ولقاش عندنا اقبال كبير هاد الزواقه هادي، وعاودنا فهمتي عاودنا خدمنا كوموند اخر كميه محدوده. نفس الشكل غير هي فاش مختلفه في الكمام، هذه ما فيهاش الزواقه في الكمام، فيها في الصدر كتجي بحال ما هكا. وفيها شي تلوينه، يلا دخلوا فيها شي لوينه جداد. كاين هذا السي يوسف تازي تقرب عندي، كاين هذا الكمبار. المسكي هذا كاين غوز قال. بالنسبة للخياطة راه تخيطي بأي لون بغيتي، أنا نفضل نخيطها بهاد اللون، هاد الدرونة مغلوق. هادي كاين بوردو، بالنسبة للمارياج ديال اللون باش طار زينو راه عندك لوش تخيطها عندك لوش وقت تخيطها. كاين هاد الصفر هذا غادي نحلو ما بينه شويه الصفر، راه الناس اللي خداوها راه طرزو خيطوها وجات زوينه، ديجا خدمنا فيها كيما ها هي. شتي كيفاش هكا، ها ها هما الكميمات ولات شي في الصدر. اللون راه كيبانو ليك يا يوسف معلوم. كاين هاد اللون هذا بلو مارين، بلو مارين ممكن شحال حيت كيبان بحال بلو مارين مغلق شويه بلون بحال بلون. هادي تقدر تخيط بالغوز ولا بالبرونز. كاين هاد الطا، كاين هاد واللي بغات شي حاجه دير السكرين وتصيفط لينا على الخاص. هاد الغوز اللي ما كيبانوش ليها اللوانات مزيان دير سكرين على حساب شي ثلاثة البياس ولا بعض البياس اللي يعجبوها، نحلوهم ونسرحوهم ونصوروهم ونصيفطوهم ليها في الواتساب، ماشي مشكل طبيعة اللي بغيتي. غوز فيشيا صراحة رائع، لونين سيكس لون لوينه روعه.
اللوان راه ما كانوش اللوانات اللي دوزتي نتا ومهدي راه ماشي شي وما حاولنا نزيدو لون الوان اخرين على ديك التشكيله اللي كنا دوزنا مورا العيد باش ما كنتش انا هذه كانت دا المارو هذا مارو قريبي ودرونات معروفين مشاشين بالنسبه للسيدات اللي جريات في الالوان هو لون مشاشة لكن بغيتي تخيطي بشي لون في هذا المغلوق راه تطفي هذا الصفر هذا حتى هو زوين لويس كامي صراحة قبل بلو سيال موف فيولي تحية المهدي المهدي راه كنشوفك انت كتشوفنا هذا ما راه عاوتاني داخلين فيه لونات اخرين ثاني اللوانات مختلفين هاك يكون واخا كيكون جوج اللوان متابعين شوف كتكون اللوان مختلفين هذا هو المارو داخلين فيه الخضر هذا انت السيو الاحمر جاي تخير بالخضر ولا بالبرونز يجي زوين هانوار اسكان سيد الالوان هذا هو اللي مخيط في الجلابة اييه واعظة هو هذا اللي مخيط في الجلابة غير اللوينات عاوتاني ديال الزواقة راه مختلفين عيكون كنقول لكم كيكون الوان مختلف اللي بغات هاد الجلال راه جلال بالبيع خيطناهم شونتيو باش نوريو الناس كيفاش كتخيط الجلابه وفين كتجي الطرزه وفي نفس الوقت نبيعوهم هذا خوم بواز هذا ماشي احنا انا عليه واحد اللون زوين وقالوا سكر اخضر بيغوتي ها النوار عاوتاني نوار تشكيله اخرى مخدوم بالوان اخرين اصفر لون قريبي وها البوردو بوردو اللون الاخر هادو هما اللوينات اللي كاينين اسي يوسف واللي خدات شي حاجه بالصحه والراحه واللي ما خداتش ان شاء الله تاخذ شي حاجه اخرى جديده وهادو الثمن ديال الطرز راه باين الثمن ديالو اسي يوسف 350 درهم الطرزه الطرزه كتجي في الظهر وكتجي في الكمام الا ما جاتش في الكمام كتجي في الصدر كما وريتكم في الشانتيو ومرحبا بكم وحنا كنتواجدوا في شارع افغانستان حي الحسني حي الحسني شارع افغانستان حدا المحلات اللي كيبيعوا الورد وتحياتي لكم ومرحبا بكم